هو بعد حركة توكيلات الشعب فوجئ عدد من الأقباط، يمكن كان أشهرهم توفيق أنراوس من الأقصر وفخر عبد النور من جرجة، إن التشكيل الأول للوفد لا يضم أقباط، وهم كان عندهم تطلع مهم جدا لمشاركة الأقباط كسرا للفكرة القائمة بأن الوطنية حكرا على المسلمين فقط. راح نادي رمسيس وهو نادي يعني يذهب إليه وجهاء الأقباط، ذهب واجتمع بهم وروى لهم ما سمعه من علي شعراوي، وقال لابد من أن يشارك الأقباط في هذه الحركة الوطنية. فاستقر الأمر على اختيار ثلاثة يروحوا لسعد زغلول، فكان من الثلاث شخصيات دول مين؟ فخري عبد النور